مساء الخير، مساء المحبة على كل من يشاهد ويتابع شاشة الأيام. حلقة جديدة من برنامج شت حب. ضيفنا اليوم شاعر مهم، اسم لامع نجم، صاحب قصائد ومنجز مهم. رح نتعرف عليه لكن بعد ما يملي الاستمارة ونتعرف عليه ونتشرف به. وحقيقة أنا اليوم قمة السعادة أنه ألتقي به وأحاوره. فيتفضل أستاذنا وأخونا وحبيبنا اللي فرحت بشوفته. تفضل أستاذ. حياك الله أبو علي. الاسم الثلاثي واللقب أحمد خلف جبر الذهباوي. طبعا خلونا هسه سوية نرحب بضيفنا ونجمنا وشاعرنا الحسيني أحمد الذهبي. أهلا وسهلا بك سيد. الله يعزك أستاذ أحمد، سعيدين بحضورك اليوم. أنا أسعد والله، ألف تحية إليك والكادر، شكرا على تحب الذهبي والصربان. ملا باسم يقول قبل اسمك الذهبي أحمد الذهبي. هذا شرف كبير والله. أي والله هنيالك هنيالك. ملا باسم خادم الإمام الحسين. أي والله. وكل خدام الحسين هم شرف، ونتمنى لهم الصحة والسلامة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. ملا باسم كل إحنا من عشاقه. ملا باسم له فضل كبير، يعني ما ينوصف فضله. أكيد يعني هذا اللي وصل القضية الحسينية. يعني أنا أشوف مرات يعني إسنابات عرب سعوديين وإماراتيين ما يعرفون حتى شيء، يعني الحمد لله يعني لكن يسمعون صوت ملا باسم. الحمد لله الحسين يعني خصوصا بالسنوات الأخيرة، سلام الله على أبو عبد الله، انتشر عالميا، قضيته انتشرت عالميا. صح. من خلال هاي الأصوات الحسينية الصادقة النبيلة اللي تتنقل من مكان لآخر من أجل إحياء شعائر أهل البيت. هنيئا لكم هاي الخدمة. الله يسلمك. وأنت قصائدك مهمة وشكلت حضور. أنا أقل شأنا من إخواني خدمت الإمام الحسين. كلكم بركة، أي شيء يخدم قضية الإمام الحسين أنتم بركة. الحمد لله. إن شاء الله على خطى كاظم منظور الكربلاء وهاي الأسماء المهمة. الله محشرنا مع محمد. أي والله إن شاء الله. تولد يوم شهر سنة 24/10/1974. العمر كله يا رب. تسلم. مسقط رأسك ميسان على الشرقي. نعم. شو تحب أنت عندك قصيدة؟ أنا ابن العمارة ما طفت نارة. أنا ابن البحث والنعم والسلف والديوان. وأنا ابن المضيف الما طفت نار. والنعم. وأنا ابن العقال الماركس ونهان دنيا عقال أبوي تلوذ بكثار. والنعم منك ومن أبوك. أنا ولايتي تسوى الهولايات مدفون بحضن هيمام بإشارة. وأنا اسمر صدق بس قلبه طيب ذات. صح. شطيب من قلب راضع تلعم. الله الله، حتى لحيتك أزبرة. العمارة. العمارة هاي عزيزة. مدينتنا وكل مدن العراقية. من أين ومتى بدأت؟ من العراق حين ولد العراق. شلون؟ يعني العراق كل شيء بحياتي بصراحة. بصراحة يعني ومن فتحت عيني وعرفت أنا عراقي انطلقت من هاي الخطوة يعني. فالعراق شيء كبير بصراحة. التاريخ ظالمة، ناس ظالمية، حكومة ظالمته، الدول المجاورة ظالمته، رغم هذا هو واقف وباقي إن شاء الله لأنه مثل النخيلة. هذا التراب اللي يحتوي على تشرف بعلي بن أبي طالب الله عليه السلام، أبو الحسن سلام الله، وتشرف بالأئمة الأطهار وأيضا الأنبياء السلام. كثير من أنبياءهم بهذا البلد. صح. البلد الجريح، البلد المظلوم. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى. أبو الأنبياء من العراق. إيه نعم أكيد طبعا. أكيد كل الحضارات انطلقت من العراق. صح. أول حرف من العراق، فكيف لا نعشق العراق يا سيد. يحفظك إن شاء الله، اسم مهم للعراق. تسلم. شخصية أثرت بها أمي رحمة الله على روحها. أي والله الحمد لله. كانت وفاتها يعني سبب تغيير مجرى حياتك. أي نعم، هو هذا التاريخ اللي يعني ما أقدر أنساه بحياتي. والدتي علمتني هواي أمور. والدتي علمتني على الإنسانية. علمتني أنه حتى الدين يعني
احنا نتعمق بالدين بإنسانية عالية، صح. يعني نتعامل مع جميع أطياف الشعب العراقي، مع كل البشر بطريقة جميلة، بطريقة مهذبة. الدين هو أن لا تجرح إنسان، كل إنسان عنده حرية، كل إنسان عنده طقوس يمارسها. يعني لا ضير أنه الإنسان يشارك أخوه بالوطن بطقوسه، ماكو مشكلة. يعني ما يأثر على دينك. علمتني التسامح، علمتني الطيبة، علمتني أنه إذا إنسان يجرحني وأقدر أسامحه. هاي الأمور كلها تأثرت. ألف رحمة على روحها، رحم الله والديك، وهنيئاً إلها على هاي البذرة. وحقيقة هسه هي شفيعة محمد وآل محمد إن شاء الله. ابنها إن شاء الله. خادم للإمام الحسين، خادمة شفيعتها الزهراء أكيد. الله يحفظك، هنيئاً إلها. أهم منجز بمسيرتك قصائد الحسينية. نعم فعلاً، هذا الشعر اللي كتبته قبل وغيره نعم. لكن هذا أهم شيء، القصائد الحسينية. أكو فد شيء مفارقة عجيبة، أغلب الشعراء حين ما يكتب يعني وجداني وغيرها وغيرها فصيح وملمع لكن شعر الحسين ما يطفى، يطفون غيره. كل من يأخذ له هبة، هذا بالنجوم يا 10 سنوات، هذا 8 سنوات، وقت فلان وقت فلان، حتى هم مقتنعين أغلبهم يعرف هذا وقته وراح. لكن الشعر الحسين ما يطفى، شنو السر؟ طبعا هذا معروف سيد، هو مو سر. يعني الآن أنت تتأثر بشخصية قوية، يعني تكون أنت قوي، صح؟ كيف إذا أنت تتمسك بالحسين اللي قال أعظم لا، الله أعظم لا قالها أبا عبد الله وبقى مصر عليها. الإمام الحسين ثائر بعدد قليل أمام جيش هائل، جيش لا يعد ولا يحصى، انتصر عليه باستشهاده، ما انتصر عليه بالسيف وبالمعركة، انتصر عليه، انتصر الدم على السيف، صح. فالشاعر اللي يتمسك بأهل البيت، هي قضية الحسين صار لها كم سنة؟ 1450 سنة نسيت انتهى؟ شلون يعني الإنسان اللي مو بس الشاعر بتعلي قالتها زينب سلام الله، والله لن تمحو ذكره ولن تميت وحيده ابدا. كذلك شعراء الحسين عليه السلام، كذلك خدمت الامام الحسين. احنا مو بس الشعراء، الرواديد الان تشوف كل رواديدنا باخر ايامه هو يقرا على المنبر، صح مو صحيح؟ هذا يستمد عزمه، وحتى اللي يتعب صوته. مثلا هسه المطرب، احنا نحترم كل التوجهات، واحنا ما عندنا عقده من اي شيء، لكن جاي نحسب قضيه الامام الحسين سلام الله عليه، مو جاي فلان افضل من شيء، كل من الى رايه ولا خطه، كل من عجبه يسوي لي عجبه. لكن تشوف انه مثلا المطرب اللي يتعب صوته او غيره، واللي يشتغل بغير مثلا بعد ما حد عليه يركن، انما خادم الامام الحسين حتى من يتعب صوته او هاي تشوفه يصعدوا على المنبر ومقدر ومحترم، وينظروا له بنظره الفخر انه هاي فن عمره بهاي الخدمه وهذا الصوت للامام الحسين. شفنا كثير من الرواديد يعني باخر ايامهم ما يقرون، يعني يسولف وياك يتعب، ولكن من يصعد على المنبر الحسيني ويقرا مستعد يقرا ساعتين وثلاث ويقرا وعادي، حتى اذا صوت ما حد مثلا هسه اذا مطرب يتعب وخلص يظل منابز عليه ومغامز، لكن خادم الحسين حتى له قيمه. منابز اكد عليه، اي لا انا اكثر لك شلون اكد عليه، هاي الهيك المنابز، هاي الهيك اللي كله مزت انه اي طبعا. استاذ احمد شاكس لشاكسك اي على راحتك، على راحتك لا انا بخدمتك. اكو فد قضيه، تسمع القصائد السابقه لملا باسم اللي هي ملا باسم، حتى ما نبخس، لا لا اكيد خدمه الحسين الآخرين. لا إيه؟ يعني يعني ملا جليل، كثير من الرواديد اسمع لهم، ما اريد اذكر اسم وانسى اسم ثاني، لكن باسم الكربلائي يعني الله يطيل بعمره، ظاهره ملا باسم نكهه خاصه، وهذه شهاده العالم اجمع، حتى الرواديد الان رواديدنا خدمة الإمام الحسين يعتبرون باسم أنه الرجل الأول بقضية الردة الحسينية. فهذا توفيق من الله طبعًا سبحانه وتعالى. طبعاً هنيئاً إلى هذا الشرف. كثير من الرواديد نسمع لهم وأصوات جميلة ورائعة، خدمة الإمام الحسين، يحملون أخلاق أهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام. نتمنى لهم الصحة والسلامة إن شاء الله. يا رب.
قصائد ملا جابر، قصائد الشاعر جابر الكاظمي. نعم. كان ويا ملا باسم بشكلين ثنائي رائع. نعم. وقصائد مهمة. نعم. من 2014 أو هي شيخ فارقوا، بدأ ملا باسم يتعامل ويا كثير من الشعراء. نعم. البعض يقول أنه البعض نسمع يعني من نقعد جلسات وهاي. نعم. أنه الشعراء الموجودين حاليا استغلوا هاي الفجوة بين ملا باسم وجابر الكاظمي. نعم. مثلا يقولون الشعراء هذول خدمة الإمام الحسين. نعم. هذول هيك قضية الحسين، المفروض يدخلون بموضوع صلح بين ملا باسم وجابر الكاظمي. نعم. فيعني ما فكرتوا مثلا انه هي القمه تسع الجميع؟ أكيد. وجابر يعتبر استاذ. طبعاً. واخوكم هو، وانتم انا ادري انك انت محب له ومحب للجميع. أكيد. حقيقه هاي مو انه جاي اجاملك او هيك شيء. ما فكرت فيديو مثلا تدخلون بصلح او ستر انه صلح حالهم من اجل قضيه الامام الحسين؟ سيدنا العزيز، بالنسبه للاستاذ جابر الكاظمي صراحه قدم ما قدم لخدمه الامام الحسين عليه السلام، وما من حق أي إنسان اليوم يتجاوز بكلمة واحدة على هذا الإنسان ولا على أي شاعر سواء حسيني أو غير حسيني. هذا يعني إحنا نسميها غيبة. أما موضوع أنه خلاف جابر الكاظمي، هذا موضوع شخصي يعني، لكن أنتوا أصدقاء يعني سيدنا اليوم أنت عندك مشكلة لا سامح الله. ايه؟ مع سيد رفعت. ايه؟ نوجه تحية لأخوي وحبيب وشاعرنا رفعت الصافة وجل. الأمثال تضرب ولا تقاس. يعني اليوم عندكم خلاف لا سامح الله، أنا إذا ما أعرف، إذا ما سمحتوا لي أنه أعرف شنو الخلاف أقدر أتدخل؟ هاي أسميها، لكن هي قضية مو شخصية، قضية عامة، قضية الإمام الحسين. لا 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 قضية لا لا قضية الإمام الحسين لخدمة الإمام الحسين. على شنو هم مختلفين؟ تعرف؟ لا ولا أكو أشياء نسمع هي على كل من يقول قسما بالله ما أعرف شنو الموضوع. إي صح صح. واني اعوذ بالله من كلمه اني، كل الاخوه القريبين على الملا باسم يعرفون انه انا لقاءاتي محدوده بالملا بصراحه، لانه رجل مشغول. صح. رجل بعيد يعني، لو غير دوله لو دائما يعني هو عنده موضوع الخدمه، هو مكرس وقته حتى وخارج محرم يعني، حتى اذا تقعد يمه هو مشغول بهذا الموضوع يعني. فاحنا ما نقدر نتدخل بهذا الموضوع واحنا ما نعرف شنو اسباب الخلاف. ومن يقول اكو خلاف هسه حاليا؟ من يقول اكو خلاف؟ صح اكو قضيه استاذ احمد. نعم. شاعرنا واخونا الكبير نفخر به حبيبي. اني كل هذا الحكي اللي حكيته اعرفه، واعرف انه يعني لقاءاتكم قليله لان الملا مشغول، واعرف هاي التفاصيل. نعم. كلها، لكن اللي يقولون مثلا مستغليها الشعراء والهاي، فحبيت توضح للتوضيح هذا. لا لا هو ماكو استغلال بالموضوع. الان المنافسه مستغلين يعني المنافسه هي منافسه شريفه. صح. منافسه حسينيه خالص. يعني انا ما اعرف كثير من الشعراء يكتبون قصائد حتى ما يحبون اسمائهم تنذكر. الله. على شنو انه احنا اليوم نحارب انسان وخادم للحسين؟ هذا هذا مستبعد يعني. احسنت. هذا مستبعد نهائيا. الله شاهد ورقيب. احنا كل خدمة الامام الحسين على خط واحد. والمنافسة طيبة، وهذا اللغط اللي يجي من الشارع هذا بعيد عنا بصراحة، وحتى نتجاوزه بالتعليقات ونعوه. يعني شايفين هاي الاشياء احنا كاعلام نسلطوا على الموضوع للتوضيح، بل احنا قريبين بحكم عملنا نعرف هاي التفاصيل، لكن من اجل التوضيح. هذا الخلاف انت تقدر تجيب اليوم، تجيب الملا باسم وتجيب استاذ جابر تسألهم عن هذا الخلاف. صح. أنا ما مسؤول عن تصرفات الآخرين. إي لا صحيح صحيح، لكن للتوضيح للجمهور حتى يعرفون أحمد ذهبي يعني مثلا. توضيح أنا الموضوع ما أعرف تفاصيل شلون أتدخل به. صحيح أحسنت، توضيح أنه أنتم ما لكم علاقة وما تتدخلون وما تتقون هواي بالملة وملتبج. شكرا لك أستاذ أحمد. نكتب للحسين. أحسنت. إي أيوة والله أحسنت. نكتب للحسين سواء الملة باسم أو الغير ملة باسم، الملة يتصل أو تتصل الشركة بينا يطلبون قصيدة نرسلها على الامير وانتهى الموضوع. والله واكو قصائد يعني ما تنقري. اي صح. يجوز مثلا اربع قصائد تنقري واحده من اثنين. مو صحيح؟ صحيح. احنا هم فاتحين الباب حتى للشباب الما معروفين للكل. اكيد هو الايميل مفتوح. إيه؟ وموجود مدير الشركه ويفتح الايميل ويختار القصائد ويعرضها على المله. سواء القصيده رفضت ام قبلت ما لنا علاقه بالموضوع. احسنت احسنت. يوم لن تنساه وفاه والدتك. أيوة. رحمه الله على روحه. الله يرحمه. خادمه الحسين. والله ان شاء الله يطول عمرك ويحفظك يسلمك ويخليك. وصلنا الى ختام هاي الفقره.
اللي هي فقرة بروفايل واستمارة. فعندنا فقرة شو تحب، لكن بعد ما نروح فاصل بعد إذنك نروح فاصل وبعدها مكملين. توكل على الله. أكيد رجعنا لكم بعد الفاصل ونجدد الترحيب بنجمنا وضيفنا وشاعرنا المهم الذهبي أحمد الذهبي. يسلمك سيد، أهلا في الدول عمرك. شكرا. هسه وصلنا الفقرة الثانية اللي هي شو تحب، اسم البرنامج. أكو بهاي الواحدية ثلاث أظرف. صدق الواحدية. الواحدية وعالي. تختار من عندها ظرف وتعطيني وأنا أقرأك الأسئلة. ماشي. أنت وحظك بعد. يا ظرف راح تختار يا لون. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار الذهبي. انت بعد الذهبي. يا الله. السؤال الاول زين. ترك اكو؟ ها؟ ترك؟ ايش تريد بخدمتك؟ والعباس. ترك ومنور. زين. انت من سكنة ميسان. نعم. وتتردد كثيرا على بغداد، شو تحب بغداد لو العمارة؟ لا أكيد العمارة. الله. أكيد يعني هو الحب الأول. صح. إيه بس بغداد لا، بغداد بيها أصدقائي، بيها ناسي، بيها يعني أنا مو أتردد، أنا الآن سكنت بغداد. إيه صح. إيه سكنت بغداد صار سنة وكسر. بس العمارة العمارة يعني. تحن. إيه شلون؟ يعني هو هي أمي شلون أنسى. الله. إيه والله. الله. عشت مرحلة اللهو ثم انتقلت إلى حسيني الهوى. نعم. شو تحب يا مرحلة؟ أكيد هي أكيد الجواب المرحلة الثانية، مرحلة حسيني الهوى، لكن احكينا الأسرار الروحانية، الاطمئنان، النفس المطمئنة اللي بديت. طبعا هو يعني نعتبر ذاك الوقت هو وقت مراهقة وانتهى بوقته. كل شيء لبس. ما حب الذكره بصراحة. ايه. الحمد لله الآن قلت لك هو اللي يتمسك بأهل البيت العروة الوثقة عليهم. سلام الله. يعني طبعا يعيش مرتاح، يعيش ملك. صح. إيه الحسين يجعل من الخادم سلطان. الله. في كل عصر وزمان. الله. احنا تحت خيمة أبا عبد الله روحانيا نفسيا أيضاً. نفسيا كنت ما مرتاح قبل طبعا. الآن تنام على حب الحسين وتفتح عيونك على حب العباس عليه السلام. الله سلام الله على قمر العشية. شيء جميل، راحة نفسية، طمأنينة. الله. إيه طمأنينة يعني ماكو شيء تخاف منه بعد. صح. الحمد لله. هنيئا لك والله. يسلمك سيد. شو تحب قصيدة مو إلك؟ قصيدة بصراحة أحب قصيدة نسيتك ثواني للسيد عبد الخالق المحنة. نوجه له تحية للسيد الجليل دريه الزهراء ابو كرار العزيز. طيب القلب، انا ما اعرفه بس احسه من وجهه طيب القلب، انسان راقي طيب. نوجه له تحية. الف تحية. البعض يقول انه عطائك قل بعد تمسكك بكتابة القصائد الحسينية. نعم. شو تحب ترد على هذا الادعاء؟ العطاء هو العطاء عبارة عن قصيدة ولا شنو؟ كقصائد وجدانية وهي لا الوجدان يعني نكتب للعراق أكثر شيء، للعراق والحسين لأنه هذا خطنا بصراحة. ايه؟ قصائد الوجدانية نكتبها بس نكتبها بمعنى وبنصيحة للمجتمع بإصلاح يعني. بعد إحنا ابتعدنا عن موضوع الغزل بصراحة. ايه؟ والقصائد اللي ما لها معنى. الآن إحنا بوضع في بلد تتكالب عليه الأعداء، بلد محارب، شعبنا دخلت له العولمة والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. إحنا مكان ما نكتب بجانب آخر خلينا نكتب قصائد تفيد مجتمعنا، خلينا نكتب قصائد تأرخ عراقنا، تأرخ معاركنا اللي وقفوا بها أبنائنا، قواتنا الأمنية، حشدنا الشعبي. هذا تاريخ كل قواتنا. كل أغلب التاريخ اللي مكتوب الآن هو كتب على ضوء القصائد اللي أرشفوها الشعراء اللي كتبوها لكل موقعة، لكل حروب، لكل حادثة. كتبوا قصائد خاصة
التاريخ انكتب من خلال هذه الخصائص. احنا اليوم خلينا نكتب ما قدمه أبنائنا بالسنين اللي مضت بالسنين القادمة، خلينا نكتب هذه التواريخ لأنه احتمال باكر التاريخ يحرف نستشهد بهذه القصائد. يعني كثير من شعرانا لهم مواقف نبيلة وجميلة وشكرا لهم، قدموا وقفوا على الساتر وقاتلوا، وقفوا على المنصة وقاتلوا، دولي نرفع لهم القبعة بصراحة. أحسنت. في اليوم جلسة شعرية شاعر أحد الشعراء قال فد موضوع، قال ليش الشاعر اللي يكتب حسيني بعد ما كان يكتب غزل وهاي التفاصيل، قال من يكتب حسيني يقوم بعد لا يكتب وجداني ولا هاي التفاصيل، قال ويخاف. بالمناسبة ما جاب هو الشخص، أقسم بالله ما جاب لا طاري شاعر معين ولا هاي، قال لكن الشعراء اللي قرالهم ملا باسم قاموا يخافون من ملا باسم، يعني مثلا هم نضرب نفسهم أخدمك بقضية، قال هم بنفسهم يكتبون وهاي لكن يخافون، قال الشاعر اللي خاف مدري شنو. قلت أنا ايش قلت له، رديت عليه قلت له الله رزقهم حسن العاقبة وجاي يكتبون للحسين. جزا قاطعك، أنا بخدمتك. لا أنت ضيفنا وأخونا. احنا من كتبنا ما كتبنا لملا باسم صراحة، واحنا اليوم يعني محور حلقتنا صار ملا باسم، ما أعرف ليش يعني. لا مو هي الكلام يقودنا لملا باسم. نعم خلي خدمك لأنه هو مثل من حقنا أنه صح نستشهد به. صح. اليوم أنا ما أكتب لملا باسم حتى أخاف منه بصراحة. يعني احنا مجموعة الشعراء الآن اللي نكتب للملا، احنا ما جينا من الشارع، ما طلعنا من خلال ملا باسم. شعراء أسماء، احنا أسماء وعندنا منجز وكتبنا وإن جمهورنا. صح. لكن باسم إضافة. صح. إضافة جميلة جدا. صح. ملا باسم يعني أنا عذرا إذا أقول باسم بصراحة. أبو علي أستاذنا ملا باسم إضافة جميلة بصوته الجميل بحسينيته، ومو بس ملا باسم تعاملنا وياه، تعاملنا مع كثير من خدمة أهل البيت عليهم السلام كرواديد كتبنا لهم. اليوم أنا من أكتب ما أخلي ملا باسم أو ملا فلان أمامي، أخلي الإمام الحسين. الله. إحنا نخاف من الحسين، ما نخاف من إنسان. هو هذا الجواب. ملا باسم خادم الحسين وإحنا خدمة الإمام الحسين. صح. إذا الله كتب لنا نكون خدم. إن شاء الله. زين، فما خوفنا من الله سبحانه وتعالى ومن الإمام الحسين عليه السلام. هذا الواقع. أحسنت. إذا عرض عليك كتابة قصيدة لرادود مشهور لكن مجانا، وعرض آخر مغري ولكن من رادود غير معروف، شو تحب مع من تتعامل؟ احنا عليا قصيدة أخذنا فلوس. ها؟ عليا قصيدة أخذنا فلوس. أها. لا بالله. إيه. حتى ما معروف. أبدا. نجيب أتحدى. هو هذا الكلام هسه اللي هذا أبلغ جواب للكلام اللي قلته، قلت احنا نكتب للحسين ما نكتب لفلان. يقول أنا منطي فلوس على القصيدة الفلانية إلي شخصيا، يعني تكتبها لوجه الحسين. إيه بالله. حسنت. حسنت. والناس تعرف ثوابها الأم وأبوي رحمة الله عليهم. الله يرحمه. كتبت أروع القصائد الحسينية. الحمد لله. شو تحب الأكثر من بينهن؟ أكيد هي القارورة الآن. الله. القارورة قصيدة يعني ثبتت جدارتها بفكرتها بموضوعها بلحنها بأدائها. حتى ما نبخس حقوق الأخوة، لحنها وأدائها وكلامها وفكرتها اجت عبارة عن رسائل وصلت للناس بسرعة. الناس حبتها، كان بها شعر وبها فكرة وتقريبا متكاملة، ونتمنى القبول إن شاء الله. إن شاء الله. أي والله. أحب أسمح منك يعني. أنا ما حافظها يا قارورة الدم الغالي. صدق الله. ما حافظها. ايه. أنا كل قصائد المنبرية ما أحفظها يعني. الحظ منها يقول يا قارورة الدم الغالي على أحبابي انشغل بالي، أراقب واني حذر الرسائل كلها خطرة. الله. أول مراسيل الحزن نسمة هوى جاي بتلي. شميته أول مراسيل الحزن. أول مراسيل الحزن نسمة هوى جاي بتلي. شميته ريحة نحر. والله أنا انساها. صح. فهي يعني توفيق من رب العالمين. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. أيضا قلت لك
خدمها مولا باسم بصوته وبلحنه وبأدائه. أصدقائك من الشعراء الرواد، لكن دائما تسمع من الشعراء الشباب. شو تحب أي جيل من الجيلين؟ وذا تعدد لفد خمس أسماء من جيلك. لا أنا أسماء ما أعدد والله، لكن حتى ما حد يزعل عليك؟ يعني أكو ناس يحتاج تروح تبرر وليش ما ذكرت. إيه مرات واحد لقاء وتنسى. صح، كل الأجيال أنا أحبها بصراحة، كل الأجيال أسمع لها. زي أنا راح أعطيك أربع أسماء وتعطينا رأيك بيهم. نعم، رأي يعني مو رأيك إنما شعنولك. نعم شعنولك. مثل المرحوم الشاعر علي فريداوي رحمة الله على روحه. أبو حسين الله أطيب قلب بالعالم، إنسان إيه رحمة الله على روحه، رحمة على روحه، الله يرحمه ويغفر له، وإن شاء الله كان حسيني حسين خالص. علي كان بداياته قصائده كلها حسينية، عكسك قصائده كلها حسينية، وكان يعني رغم عمره الصغير لكن أثبت وجوده وترك بصمة على المنصة. ندور على المكان نحط الحسين، تريد الشيل حيدر من الأذان. قصائد للسيد الشهيد الثاني رحمة الله عليه، كتب أروع القصائد. الله يرحمه علي، إمام الجامع المحسن وغيره. إيه وايد قصائد جميلة. ميثم فالح، ميثم فالح شاعر كبير. جيلك يعتبر على فريداوي وميثم فالح، لو تقبلهم. لا لا هم وراي بس بفترة قليلة جدا. أنا ويا نائل المظفر، يوسف حسن، نعم، علاء الياسين، يعني فكل الأجيال أنا أحبها، كل الأجيال أسمعها. وهسه حتى سؤالك عن جيلي بصراحة أنا ما أحب هذا السؤال. كل الشعراء هم جيل، هو فعلاً جيل فعلاً واحد بصراحة. فعلاً فعلاً فعلاً. يعني كانت علاقتي جبار الله رحمة الله على روحه، يعني طيب القلب رحمة الله على روحه. الله يرحم جبار، الله يرحم سمير صبيح، رحيم، كل اخواننا اللي راح لي رحمة الله على روحهم. اي والله احنا انا ذكرت اللي متوفين في سبيل الناس تقرا لهم الفاتحة وتذكرهم. اي والله يا ريت. طيب اللي يروح مرات ينسى، وان شاء الله هم باقين بقلوبنا واخوتنا. اكيد رحمة الله على روحهم. استاذ احمد، كنت يعني تعمل عمالة مثل ما يقولون. اي نعم، هاي المتعبة، هذا العمالة متعبة. اي طبعا، هذا يومية لو خلفه. لا يومية. خلف ياخذ قباله. عندي ابن عمي ونسيبي ماخذ رضيعتي الحج ابو باقر، الف تحيه له. الف تحيه له. اي عنده شركه مقاولات وكنت اشتغل وياه، سايق وعامل بنفس الوقت، يعني اخذه بالسياراني هو ما يقدر يسوق، واشتغلت وياه عماله لحد 2006. خبرون قناه السومريه، قالوا انت مشارك بمسابقه، مسابقه نجوم الشعر. قلت له حجي اتصلوا علي، عندي باشر تصوير. فانطاني كروه. وحليت من وقت يعني. وجيت صورت والحمد لله اخذت الاول بوقت. بوقت الاول صح. وقف وياي ايضا بذاك الوقت. الثلاثي الفاز منو انت الاول؟ اني وفراس الصافي وغاني الفيا. نعم. الف تحيه. تحيه الف تحيه لهم. بعد تركتها ورا ما فزت عمالة؟ لا ليش رجعتها من تشتغل عمالة؟ أنا بعدين فتحت مطعم اشتغلت، يعني الحمد لله الآن تعينت قريب، ما صار الهواية والله. إن شاء الله ربي يرزقك ويوفقك. شكرا جزيلا سيد. أنت أصبحت شخصية حسينية معروفة، شنو تحب تسوي بمحرم الطقوس اللي تحبها؟ والله هي الخدمة حلوة. مواكبنا موجودة، نساهم، نشارك بمواكبنا، القراءات ايضا بطوال شهر مجالس محرم. مجالس حسينيه. نعم يعني هو كالمعتاد. شلون تشوف الشعر حاليا بصوره عامه؟ يعني هو كل الشعر مو حاليا، بكل زمان هو اكو تفاوت. صح، يعني اكو تفاوت بالعطاء، اكو تفاوت بالالوان، اكو تفاوت ب حتى نوع الكتابة. يعني ناس تكتب مفتوح، ناس تكتب قصد تفعيلة، يعني ناس تكتب عمودي، ناس تكتب حسيني، ناس تكتب غزل. فبيها الحلو بيها المو حلو. الآن أكو ثورة شعرية بالعراق صراحة. يعني عجيب شوف شعراء شباب لكن يحملون ثقافة ووعي وقصيدتهم واعية ومثقفة.
وهذا ما نتمنى بسبب السمع الزايد. لا لا هو مثلا مثلا هسه يعني الانفتاح والسوشيال ميديا. هو طفل يفتح عينه يسمع امه تقرا شعر تلولي. ايه هاي صح. هاي النعاو مال امهاتنا حلوه شلون ما يطلعون شعراء. بعدين هذا الظرف القاسي الاوضاع اللي مر بها البلد خلقت عندنا ناس يعني هسه كلها شعراء. اي نعم الان شعراء هذا كم الهائل. ايه عدد كبير من الشعراء. لا انا ما اقصد لك يعني كلهم شعراء يعني ناضجين. لا بالعكس بس يكتبون حلو يكتبون. اكو ناس تكتب بطريقه حلوه واكو ناس يعني كتاباتهم مبتدئه بعدين ان شاء الله يتطورون ان شاء الله. احسنت حلوه الايجابيه استاذ احمد كلش حبيتها. هسه عندنا فقره شنو رايك. نعم لكن بعد الفاصل. اكيد رجعنا لكم بعد ما طلع استاذ احمد بالفاصل. استاذ احمد هسه فقره شنو رايك راح نعرض لك صوره تعطينا رايك بيها. يلا يلا نبدا باول صوره. العلم العراقي اكيد. العلم العراقي. العلم العراقي. وطن تشربنا غير نغزر وياك. الله. شربنا جروحك وغزرت بينا. الله. امس بسبايكر 1700 قمر بالماي لعيونك شفينا. ثقيل انت وتعبنا وما شمرناك. اسمنا يطيح واسمك رافعين. الله الله. اي والله العراق هذا. اي والله العراق العظيم. ملا باسم ابو علي هذا خادم الامام الحسين عليه السلام. اللهم ربي يحفظه ويطيل بعمره ويحفظ كل خدمة الامام الحسين عليه السلام. واحب اسمع بصوته لو نويت تروح قلبي وين يروح. لو صدق لا سامح الله وفارقتني. يا الوداعك يا الوداعك أسألك بالله زينباني لو جبل واقف شفتني. مع السلامة لو قلت احسبني من باكر بعدك متت. الله من باكر متت. الإمام السيستاني. الله الخيمة هذا خيمة العراق وخيمة المذهب. اللهم ربي حفظه ويطيل بعمره إن شاء الله. ألف شكراً لك منا اليوم الدين أبو محمد رضا السيد السيستاني. والنعم عافولي الوطن من كل كتر مجروح ويتام وعطاشة وكون أشربها. يعني تركوا دمار تركوا البلد لعبة بيد دول غربية دول لا تمثل الإنسانية بصلة. الهور. الله طر الهور مشحوفنا. الله الله هاي الأجواء اللي يعني تريح الأعصاب. تحب طر الهور مش اليوم ما أخذنا وفو اليوم صيدتنا طيور مو؟ ايه تحب الطيور؟ احنا اهل العمار كلنا نحب الطيور طبعا. ها أه؟ طبعا الهوربان والخضيري طبعا. انا صديقي علي تشلوب الكناني. ايه الف تحية. الف تحية له. هم عندهم دوشة. ايه يصيدون بيها. ابو صياد ماهر طبعا. فدائما حصتي تجيني. اخبار زينة هاي. انا تحشوها لو سووا هيك. انا احب اكلها يمهم. يم بيت علي نفسه لانه هم اختصاص يطبخوها بطريقه عجيبه غريبه. ان شاء الله عليهم اخذك يوم. ان شاء الله تشرف. تشرف. انت معزب والفراس تشهد لك بالباني. يا حبيبي حبيبي. الاحتلال. يعني كنا نتمنى انه ما يكون احتلال مثل ما شفناه. كنا نتمنى يعني. كنا نتمنى انه يسلم العراق بايادي عراقيه امينه. الدستور يكتب بطريقة أجمل. تمنينا أنه شعبنا من الظلام إلى النور مو من الظلام إلى الظلام. يعني أيضا يوم سيء بالنسبة للعراق لأنه ما أعرف الخلل احتمال بينا كشعب. موضوع الحواسيم والفرهود هاي نقطة سوداء. هسه
فقرة شنو رأيك خلصت. عندنا هسه آخر فقرة وآخر بارت زي. اللي هو انجح واربح. سألك أسئلة وتجاوب عليها. نعم. لكن بعد الفاصل طلعنا فاصل. أعزائنا المشاهدين فاصل وراجعين لكم. لا ترحون بعيد. أكيد رجعنا لكم بعد ما أستاذنا طلع فاصل. أستاذ أحمد يوم شغلت انت على الفاصل. لا بدور ليشك انت أخوي احنا اقبالتي الفاصل انت بعد خلفه قديم حبيبنا. فقرة انجح واربح زين. كل سؤال أسئلك يا وجاوب عليه يعطيك حرف من شخصية مشهورة. مو صعب الأسئلة غير. لا بخدمتك. طبي خراب ونعتهن بعد ها. انت انثارك تذكرني بناظم الحاش الله يحفظه. الله يحفظه نوجه له تحية أمير. السؤال الأول من كم لاعب يتكون فريق كرة السلة؟ أنا لعب طائرة لو سألنا طائرة سبعة. لا مو سبعة هسه من لعب طوب وإحنا بالهاي تارتان شيء إيش قلنا نلعب خماسي خمسة خمسة طائرة ستة راح أعطيك هذا جاوب قول خمسة هذا أول شيء راح أعطيك إياه. يلا رحم الله والديك. الله يسهل عليك إن شاء الله. هذا حرف الميم. ميم زين. ما هي أطول رحلة بتاريخ البشرية؟ شو تقول؟ أنت شو تقول؟ ما أعرف. رحلة نبيك ونبي وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد سلام الله عليه عليه أفضل الصلاة والسلام على آل بيته. يا رحلة الإسراء والمعراج صح. أقول ما جاي ساعدني. لا لا جيد. هذا حرف الحاء. زين بس صار ميم حاء. السؤال الثالث ما هو أثقل الحيوانات على كوكب الأرض؟ أثقل الحيوانات على كوكب الأرض. الفيل. لا مو الفيل. حيوان بحري. الحوت. أنا تدري ما مركز على الأسئلة والله خايف منك والله قسما بالله خايف منك. أنا بخدمتك يعني والله اطمن. أنا أتوقع الأسئلة وراها مشكلة. لا والله على كل حال يعني. سجاي ساعدك لو لا تيابر الصدق. العقرب هذا السين. أبو علي ما من أدار السيد اطمن أمان أبو علي. بعد شو عندك؟ السؤال الرابع لماذا سمي البحر الميت؟ مالح. صح وانت ابن العمارة المالح. ايه حبيبي شارب مية دهلة. هذا محسن. ايه محسن صحيح. زين. صحابي عاش مع النبي واستشهد مع الحسين عليه السلام. صحابي ايه عاش مع النبي واستشهد مع الحسين. حبيب. حبيب والله مسجل الزوار ان شاء الله يسجلنا من الروح ان شاء الله. حرف ال يا الله. زين اقول لك هذا يقول لي ايش راح يطلع لي؟ ايه شوف الاسئله. ايه محسن الكاظمي. لا لا تستعجل على راسك. يلا ما ما هي الدوله التي تعتبر مركز العالم بالرسم؟ بالرسم؟ فرنسا. ليش؟ دافنشي. اي دافنشي. دافنشي شنو جنسيته؟ مو فرنسي؟ تحياتنا له. بيكاسو منين؟ والله ما ادري. عوف هذا الجواب. سؤال. هذا حرف ناقص صار عندك، بس للتوضيح يا الفقرة اللي فادت الجمهور واستمتع بيها ويا نجمنا أحمد الذهبي. مركز العالم بالرسم هي إيطاليا طليان. والله صحيح. ما هو الطائر الذي ذكر بالقرآن؟ الهدهد. صح. سعدك حرف ما راح أعطيك إياه. زين. السؤال الثامن ما هي المحافظة العراقية التي ذكرت بالقرآن؟ بابل. أحسنت.
كاف زين مكافف بعد ها مكافف بعد ايش اللي تقول مكافف كافف ايه روحي ايش بيها روحك ان شاء الله سالم روحك يلا حبيب السؤال التاسع ما هو اليحموم اليحموم ايه ما اعرفه تحياتنا له حتى يطير حروف من هذا الدخان الاسود جواب طبعا الجمهور حتى يعرفون اللي ما يعرف يعني اسئله حلوه والله في دول عمرك في دول عمرك استاذ هسه شكلنا الرمز العراقي شوف منو رجل دين مرجع كبير يعني رغم نقص الاسماء اي محسن الحكيم صح قدست روحه الزكية رحمه الله على روحه اخذت 70% زين خير وبركه زين انا بصدق ما اخذت 70 70 سيد محسن الحكيم سيد محسن الحكيم قدس سر ان شاء الله وصلنا الى ختام الحلقه صدق والله امن وامان امن وامان انا قلت لك مو نادار السيد بالعباس امان سيد رسلان وداعتك ايه يعني لهاي اللحظه ايه وانا امن لا امن وحتى الحلقه ما ادري شلون خلصت يعني والله استمتعت انا يعني فكر شارد انا شفتك الساعه ايه بالك ايش تريد وهاي اي والله ايه انت تخوف العام سويت بالعالم فاينه ايه صراحه لا والله ايش سويت لهم والله رساله عظيمه كانت اقسم بالله اي جميله والله يعني استاذ احمد خلينا نحكي بخت ليش لا خلينا نحكي بخت اللي صار بالعوائل العراقيه اكثر من صار أكثر. صح لو لا أكثر. اللي مر بالفنان بخمس دقائق كان يصير يومية بالعوائل صح. سؤال أنت ما في يوم صادفتك سيطرة وهمية أو تريد تروح يدعوك بمهرجان بمحافظة وتخاف تروح تقول خاف يطلع لي هذا صح لو لا تلاحقنا وتلاحقته من اللي ما مر عليه الفنان شنو فرقه عن الإنسان العادي ليش لا لا أو الشاعر أو الفنان بالعكس هي شلون توصل الفكرة من خلال شخصية معروفة صح لو لا أنت إذا تجيب إنسان عادي ما راح توصل الفكرة ليش المصريين والعرب من يسوون هاي تفاصيل وعندهم تفاصيل يخلدوها من خلال يسوون كل شيء غاية بر الوسيلة مو راح أقول لك موضوع شيء ليش ما يهاجموها ليش إحنا العراقيين هاجمون هو لو ما برنامج ناجح إيه لو ما شاهدته كل العوائل العراقية ينتقدوه استاذ أحمد دزولي قنوات إسبانية عرضت عليه تقارير بلجيكية الفلبين ذاك يوم عندهم صفحة بالفيسبوك قناة فلبينيين أباو 12 مليون طلعوا صورتي ويحجون وهاي زين القنوات ها شون على البرنامج كاتبين فنان سويت ترجمة لأن كتاب بالفلبيني مكتوب عرض الترجمة كاتبين فنانة تسوي هيك يعني فنانة فنانة ما معناه وحاكين على الموضوع قلت حتى الفلبيني شعدوا وياهم شين ذاكهم ومد عليهم ها لا والله فيعني بريطانيا الكرة الأرضية كلها حكيت بي إسرائيل عافت هاي شغلها وأشياءها وتحكي برنامج طالنا برسلان إذن أوجعهم من اللي حكوا عنه حكيت عن القنوات المغرضة والصفراء فأني يسعدني ويشرفني وأفخر إنه أني تحاربت من أجل الحشد الشعبي من أجل قواتنا الأمنية هذا فخر ما بعد فخر باكر عقب ما نموت جهالي ولدي وهاي في دول عمرك استاذنا انه انا كنت صاحب رساله وما جاملت على مود اخوتي الحشد او على مود القوات الامنيه زين ما فقدتني بذيك الرساله على ببالي صار بيها سكر لا اقدر على ببالي ورت اجيبك بس الحسين بيهني خلانا نساك تخادم الحسين سلام الله عليك يا ابو عبد الله بس انت ايضا كان طلع صاحب رساله يعني ما بيها شيء ها ما بي اي نات بين معادن بعد اي والله اي وطقك برمان ونخلص وعلى بخدمتك طايحة تحت الفراش انت بعد احنا والشط واحد حبيبي بدي اروح لك استاذ احمد الذهبي تشرفت بيك انا تشرفت واستمتعت رايك بالفكره مال البرنامج الحمد لله فكره جميله ورائعه ما بيها دخول امور شخصيه وتفاصيل في دول عمرك هنا يعني اليوم احنا ملينا بصراحه من اللقاءات والشعور وهذه ايه الحمد لله كملها وانا انت جميل احب واحد يقلقني ايه انت متعلق اكيد والله ايه كثر لنا منهم بس انت تحكي على سيد رفعت اخوي هذا ابو جنه اوجه تحيه لابو جنه وصباح صباح صباح العتابي صباح شاعر يخبل اوجه تحيه لابو حيدر عافيه عليك حالنا وهمنا هيك اشياء بس عافيه عليك والله ما
شكرا لك استاذ احمد. شكرا لك سيدي. كلهم اخوتنا ولو ما نحبهم احنا ما نذكرهم. شكرا لكل الكادر، شكرا لجمهورنا العزيز اللي في دول وعلى مطشر ايضا لا ننسى اخو كل شعرانا الف كل شعرانا سيد محمود بعاج كل اخوه. شكرا لك استاذ احمد والشكر موصول لكم انتم احبتنا المشاهدين. نلتقيكم في حلقه اخرى حتى ذلك الحين في امان الله.